مرحبا بحضراتكم، بجد لازم تركزوا معانا قوي في الفقره دي. احنا معانا ضيفه هي لاعبه وبطله بارالمبيه، وقدرت ان هي بجد زي ما بيتقال تكتب اسمها يعني باحرف من ذهب فعلا، بعد ما بقت اول لاعبه من اصحاب الهمم في افريقيا بتسجل حضور مميز في ثلاث العاب بارالمبيه مختلفه، وهي العاب القوه والتنس الارضي والريشه الطايره. فخلينا نفهم بقى قصه النجاح دي والكواليس والصعوبات اللي واجهتها والتحديات وكل الكلام ده من ضيفتنا العزيزه جدا بطلتنا شيماء سامي، لاعبه منتخبنا الوطني البارالمبي للريشه الطايره. صباح الهنا. صباح الورد، ورانا والله بجد. ميرسي، سعداء بوجودك. واكيد انت خدتي بالك من نفسك من اول ما دخلتي الاستوديو في الفاصل في حاله احتفاء كده وترحيب بيكي. سعداء جدا جدا بيكي، منوره الدنيا، جبناكي من الساحل معلش، بس لك عوده ان شاء الله ولا ايه؟ لا لا مفيش عوده، خلاص كده كفايه. منوره القاهره عموما، منوره 10 صفحات الاهلي. طبعا انجازات تستحق التوقف امامها وتحليلها بقى. بدايه انا عايز اعرف بس منك، يعني عاده اي بطل رياضي بيبقى مركز في رياضه واحده، وخصوصا لما يكون كمان بطل بارالمبي، فيعني حجم التحديات اللي بيواجهها اكبر بكتير من غيره من الرياضيين الغير بارالمبيين. انت بسم الله ما شاء الله عليكي تفوقتي في ثلاث رياضات مش في رياضه واحده، ايه قصتك بقى؟ لا والله هي القصة بسيطة، يعني مش صعبة كانت قوي، لأن هي أصلا أنا بحب أبقى أركز في كل لعبة على حدة لحد ما أوصل فيها للإنجازات اللي أنا يعني مبسوطة بيها. ابتديتي بأني واحدة من ألعب الثلاثة؟ ألعب كورة، لأن ألعب كورة أنا بديها أول بطولة ليا كانت 2003. أوكي. فعشان كده كانت الرياضات في الوقت دوت ما كانتش كتيرة أصلا. فاخترت ألعب كورة، وخصوصا رياضة القرص فيها، يعني رمي القرص. وابتديت بقى لحد ما الحمد لله وصلت لبرونزيه بطوله العالم في 2013، والمركز الخامس في اولمبيات اتينا 2004. وفي خلال الفتره دي كنت ماشيه معاها في التنس. التنس ابتديتها في 2009، بس التنس كانت مختلفه شويه. التنس بالنسبه لي زي البيبي الصغير اللي انا جبته صغنون وابتديت اكبره، لان انا اللي عملت لجنه التنس الكراسي في الاتحاد المصري للتنس. اوكي. فعشان كنت اخلي الناس تبتدي، او اللعيبه الصغيرين واولياء امورهم ان هم يلعبوا تنس، فكنت لازم انا العب تنس. وخصوصا ان انا كنت وقت ما بلعب العاب قوه كنت بتمرن فتنس وبلعب باسكت على كراسي متحركه. اوكي. فعشان اعلي لياقتي لالعاب القوه. العاب القوه لعبه شاقه، يعني مش محتاجه ان هي تكون في باور ومرونه كبيره قوي. فمن هنا ابتديت ان انا اقدر اقعد على كرسي متحرك، وان انا اقدر العب ازاي عليه يعني. وابتديت ان انا امارس التنس عشان اللعيبه زي ما قلت لحضرتك. حلو. بس حبيت التنس بصراحه قوي يعني. التنس ولا الريشه؟ لا بس عندك عملتي في الريشه الطايره يعني. هو بصراحه التنس يعني مختلف، يعني حبي للتنس غير الريشه. حبي للتنس ان انت ابتديتي ان انت تلعبي، وبعد كده تبتدي تجري عشان تدخلي ناس اللعبه دي وتوريهم ازاي هي ممتعه، وبعد كده تكبري القاعده ديت وتخلي في ناس فيها نوصل ان حاسه ان هو زي البروجكت بتاعك، مشروعك يعني. الريشه لا، الريشه يمكن جات لي بسبب نجاحي في التنس. اوكي حلو، ده جميل جدا. طيب ممكن اسالك مش تفاصيل بس، ايه سبب الاصابه يعني؟ الاصابه كانت سببها حقنه غلط. ياه. خطا طبي ده وانت عمرك كام سنه؟ 3. لا مش معقوله. يا سبحان الله، في امور قدريه كده. فعلا يعني. بص انا مش متضايقه من اي حاجه، بالعكس يمكن انا لو ما كنتش مصابه ما كنتش زماني هبقى قاعده معاكم دلوقتي. صح، الحمد لله على كل شيء. فبالعكس دي مبسوطه يعني. هو ربنا ما بيديش حاجه غير لما يكون اللي قدام اللي هو خد الحاجه ديت هو قادر ان هو صح يتحدى بيها الدنيا. اي واحده زي شيماء تستحق ان هي اللي تتولى ملف الاعداد النفسي لغيرها. والله لسه كنت عايزه اسالها فعلا يعني. بصي يا شيماء، انا وكريم مهتمين جدا بهذا الملف، واستضفنا كتير من ابطالنا البارالمبيين اللي بنسعد واحنا حتى بنسمعهم، فمعلش هروح معاكي للنقطه دي شويه. واجهتي ظروف معينه، قدر معين كبرتي عليه، كان في اهتمام من اهلك الحمد لله، طبعا كان في دعم كبير، ولكن برضو انت زي ما بيتقال كده خلاص واجهتي الحياه برضو. فكره ان انا
أأمن بنفسي وأأمن بنفسي إن أنا أقدر أكون بطلة، وإن أنا أقدر إن أنا أمارس حياتي بشكل طبيعي مهما كان عندي مشاكل، دي مش سهلة، دي عايزة قوة. فممكن تقول لنا اللحظة دي اللي أنت كنت قاعدة فيها مع نفسك، أو اللي خدتي قرار رغم أي صعوبات أنا هكمل وحوصل وحياتي مش هتوقف؟ لأن ناس كتيرة، خليني أقول مش أسوياء طبعا، كلنا أسوياء بغض النظر، ولكن ما عندهمش الإرادة والقوة إن هم يكملوا لما بيواجههم تحدي مهما كانت ظروفهم كويسة. فأنت اللي تقولي لهم يعملوا إيه؟ أنا بكلمك بجد. والله بصي، هو فعلا يعني سبحان الله، هو الواحد بتبقى عنده طاقة مش بتبقى مختلفة عن بقية البشر على فكرة، بس هو لأن أنت طول الوقت كانت في الأول نظرة المجتمع مختلفة ليكي، فأنت بتتحدي نفسك عشان تثبتي ليهم أن أنا شخص عادي، أقدر أن أنا أقوم بأي حاجة، وأقدر أن أنا أشتغل، وأقدر أن أنا ألعب رياضة. وخصوصا أنا ما لعبتش رياضة وأنا صغيرة، يعني أنا لعب رياضة وأنا عندي 20 سنة، فما كنتش بلعب أصلا. وخصوصا لأن ده كمان ما كانش فيه يعني اي حاجه اعلاميه تقول لك ان في رياضه لذوي الاعاقه، كانش لسه زي دلوقتي طبعا. ففي تحديات كتيره حصلت كتيره، بدايه من وانت في المدرسه، ان انت ما كانوش هم متقبلين اختلافك في العموم، الاطفال يعني سواء الاطفال او ان المدرسه ترفض ان انت تدخلي من غير مرافق، فدي كلها كانت موجوده، في حاجات كتيره، تحديات كتيره. انا حاسه ان التحديات ديت مع الاسره، ان هم كنت انا ببقى راجعه وانا معيطه عشان خاطر مثلا مش عارفه العب مع الاطفال، ممنوع ان انت تنزلي البريك بتاعه الدراسه، حاجه صعبه جدا. فكل الحاجات دي بترجعك، المفروض ان هي ان لو انت شخصيه ضعيفه نفسيا، ده المدرسه عايزه تاهيل نفسي. ايه ازاي كان ده بيحصل؟ ايه ده؟ مليون في المية. غريبه جدا. طبعًا. فلو انت فعلا هتبقي ضعيفه نفسيا، هتلاقي نفسك وقعتي في اكتئاب والحاجات دي، وده بيبقى من الاهل. الاهل بترجع لهم انت متضايقه، فهم بيحاولوا يبسطوا لك الدنيا عشان تقدري تقومي تاني. وخصوصا دوت كان البيزك يعتبر اللي انا قمت عليه. لحد ما وصلت للرياضه. قبل الرياضه كان الموضوع مختلف، كنت شخصيه شويه ممكن اكون مش متكلمه كتير. الرياضه لا، الرياضه اديتك مساحه من خليتك تبقي واثقه في نفسك قوي، يعني انا قدرت ان انا اتحدى. طب ما انا هو ما عنديش مشاكل، صح، وانت ما عندكيش مشاكل عادي. حقيقه ما ده اللي انا بقول لك عليه، انا ببقى من جوايا ما عنديش مشاكل، لكن نظره المجتمع ليكي بتخليكي تحسي ان انت في مشكله. هو ممكن يكون اللي بيبص لك البصه دي اصلا سوي جسديا، لكن عقليا او نفسيا غير سوي تماما، واقل منك بكتير في الاراده. فيعني كلنا بنسب معينه زي بعض، يعني ما فيش الكلام بس ده اصلا. بصي، هو يمكن دوت هو مش عيبه، هو هي النقطة ان هو ما كانش عنده الوعي الكافي، صح، ما ترباش في البيئة دي، ان هو يشوف حد عنده مشكلة، صح، ويتقبله ببساطة، صح. فهي دي النقطة. انت كنت بتقولي من شوية وانت بتجاوبي نهاوندا على واحد من اسئلتها، بتقولي ان احنا يعني ان انت عملتي مجهود عشان تثبتي للناس ان انت عادية، ان انت بني ادم عادية. ده مش حقيقي. مين قال لك ان انت بني ادم عادي؟ انت فوق العادي. انت بناء على ايه شايفه نفسك بني ادم عادي؟ صح، انت سوبر انسان. احنا بنتكلم على في تركيبات شخصيه كده ونفسيه حقيقي ايقونيه جدا، ولازم تكوني عارفه بل ومتاكده ان انت ملهمه جدا. كلمه يعني ملهم لما تتقال على شخص، ده احنا بنتكلم بطبيعه الحال على شخص استثنائي، فانت انسانه استثنائيه مش بني ادم عاديه باي حال من الاحوال. كتير والله عليك. تعالي بقى ناخدك للبطولات، وانت بسم الله ما شاء الله، يعني برغم ان انت ابتديتي ودخلتي عالم الرياضه اولمبيه، موجود بطولات عالم، تلاقي كله شغال ما شاء الله. اقوى واصعب بطوله عديتي بيها كانت انهي؟ كانت بطوله العالم لالعاب القوه في 2013. كانت بطوله صعبه قوي، لان انا كنت بثبت فيها ان انا قعدت فتره 4 سنين او 5 سنين كل ما انا اجيب رقم واحقق نتيجه يجوا يقولوا اصل احنا مش محتاجين بنات تلعب. الله الله الله، هاتهم لي بقى، انت شايف اللي بيحصل؟ والله العظيم توقعت ان انت هتقولي الرد ده. والله هاتهم لي بيحصل. وانا بصراحه كنت الكلام ده 2013 لا 2008 يعني فتأهلت للاولمبياد في 2008 وما طلعتش، فاحبطت جدا. وبس بعدها ابتديت ان انا اكمل تمرين تاني، وتأهلت في 2012 للندن وما طلعتش. ليه بقى برضه بنفس السبب؟ لا بجد. يعني 2012. هو الوضع دلوقتي اختلف تماماً. بس الواحد حزين ان هو يسمع حاجه كده. بصي، يعني بصي، هو يعني كنت حزين. الاتحاد اللي قال لكم مش عايزين بنات ولا مين؟ لا، مش الاتحاد بصراحه، كان المدير الفني. المدير الفني هو اللي من 2008 هو نفس الراجل مشي ولا لسه معانا؟ لا مشي. يا ريته كان معانا. لا لما مشي
انا دخلت في 2012 تاني يعني. انا كنت اتمنى تبقي انت خلي بالك يا ستاند باي على شعرك يعني. شوفي مين مضايقك بس واعملي كده. يعني كنت اتمنى بصراحه لان ضاع مني بطولتين اولمبيتين وبعد كده يمكن 2016 مش ضاع منك، ضاع من مصر بالمناسبه. انا بكلمك بجد ان انت كان ممكن جدا نسبه حصولك على ميداليه كبير، فضاع من مصر. هي المشكله او الغلطه اللي الراجل ده عملها او المسؤول ده عملها وقتها ان هو اتعامل بطريقه مش يعني فيها نوع من الايه، خليني اقول يا كريم يعني، لا ايه اللي هو بيعمله ده يعني، لا منطقيه. خليني اقول ما ينفعش لا منطقيه اصلا، لا يمكن. بصي دستور الدوله يمنع التمييز على اساس الجنس، فالراجل ده بيتكلم في حاجه ضد الدستور بتاع البلد، فاللي هو بيعمله ده تصرف تماما خاطئ. ولو انت كنت وقتها اشتكيتي او لجأتي لحد صدقيني كان ممكن الوضع يبقى مختلف، بس برضو وقتها ما كانتش الرياضه اصلا واخده حيز كبير، الحق يقال، وما كانش الاهتمام بينا ولا الرياضه النسائيه كمان. صح. برضو هنقول ان عدم مشاركتك في الدورتين دول برضو ضربه قدريه يعني، هنمشي او ثلاثه ضربه. طب ايه اللي جاي بقى بالمناسبه؟ ما هو بقى دي النقطه يعني، لو انت مش بتحاول ان انت تزق نفسك على حاجه انت بتحلم بيها مش هتقدر تكمل يعني. صح. لو انا بفكر من 2004 دي كانت دوره الالعاب البارالمبيه اللي انا حضرتها، وان انت تتاهل لثلاث دورات اولمبيه وما تطلعش، غيري كان ممكن يسيب حلمه ويمشي. صح صح عندك حق. فمش قادره يعني، انا كل اربع سنين حتى اخواتي من كتر ما انا متمسكه بالحلم قوي فهم يقولوا لي احنا بنزعل عليكي لما الموضوع يقع تاني وانت تقعي نفسيا وتقومي تاني، يعني احنا فجاه بنحس ان احنا جنبك ولا حاجه من كتر ما احنا ضعاف. لا انا ماسكه في الحلم، ماسكه فيه لحد البارالمبياد باريس. كلام حلو عن باريس 2024 ان شاء الله، بس في لعبه تانية بقى، انا خلاص العب كوره يعني. طب ناوي على ايه باذن الله يعني لو تاهلت؟ والله باذن الله. وفرصه تاهلك ايه؟ انا دلوقتي في الترتيب في روتو باريس رقم 6 على العالم، ويمكن دي كانت برضو تحدي تاني في الريشه، ان انا كنت بلعب بقالي خمس سنين في كلاسيفيكيشن او تصنيف طبي بالنسبه للاعاقات معين اسمه WH1، وجوم السنه دي في شهر 5 غيروا التصنيف ده فودوني الكاتيجوري. لا بص يمكن حظ ما يكونش قوي قوي، بس قوي بما ان يمكن ربنا عارف ان انا قويه في الازمات فبيديني ازمه ورا الثانيه. ربنا كده كده عارف. بس انت هو انت مش واخده بالك يعني، انت مش عارفه ده عن نفسك، ما خدتيش بالك في الرحله الطويله دي اللي احنا بنحاول يعني نتكلم في اهم محطاتك فيها، ما خدتيش بالك من حجم قوتك واصل لفين؟ بصراحة لا، لأن أنت بتيجي في وقت بتبقى زيك زي أي حد، بتضعف في وقت الأزمات وبتيجي تقول أنا هقوم تاني، طب هل هنجح، طب هل هكمل، طب هل هلاقي في حاجة. بس أنا بصراحة الحمد لله لقيت الموضوع ده. وكل مرة وقفتي فيها رجعتي وكملتي وعملتي إنجاز جديد. اه الحمد لله الحمد لله يعني، فدي يمكن من فضل ربنا عليا يعني. الريشة في الوقت يعني في شهر 5 كل حاجه كانت باظت، انت رقم 2 على العالم في الايفنت بتاعك والكلاس بتاعك، وبعد كده في شهر 5 يقول لك انت خلاص هتتحول لكلاسيفيكيشن طبي تاني وترجع الرانك بتاعك ال 30. فتحس ان فجاه كل حاجه اتهدت، وخصوصا ان انت لما بتبقى من التوب 10 او التوب 8 على العالم فبتبقى هنا حتى في بلدك ليك بوش اكتر واحسن. فلما بقيت انا ال 30 بقيت حاسه ان انت بقى ايه بتبتدي من الزيرو. انا اتشال الرانك بتاعي كله وابتديت من الزيرو تاني. فطب يا ترى هل هيقفوا معاك تاني؟ هل هيكملوا معاك نفس الواي؟ هتبتدي لوحدك؟ فده كله كان حاصل، كان عندي حاله من الاحباط مع التردد مع ان انت بتجري في وقت صغير قوي للتاهيل. بس الحمد لله من شهر 5 لشهر 7 انا رجعت السادس تاني يعني. الحمد لله. ما فيش اي صور فيديوهات يا جماعه لشيماء يعني، بليز لو في نزلوا لنا واحنا بنتكلم، مهم جدا الناس كمان تشوفها. شيماء خلينا نتكلم عن الجزء البيرسونال بتاعك شويه. درستي ايه؟ بتشتغلي ولا بس متفرغه للرياضه؟ هل حابه ترتبطي؟ الموضوع في دماغك او انت مرتبطه يعني؟ خلينا نعرف عن ابطالنا اكتر. والله انا درست معايا ليسانس اداب لغه عبريه. ويمكن دوت كان من ضمن التحديات برضو، لان كانوا الكليه كانوا رافضين ان هم يدخلوا حد من ذوي الهمم للقسم ده.
لا ابعتيهم لنهاوند برضه. انا عايز افهم مع اخواتهم يقفوا في الصف مع اخواتهم اللي شبابيك. اديني عقلك، يعني ايه رافضين؟ ايه علاقه ذوي الهمم بالقسم ده يا جماعه؟ ما انا لما رجعت ليهم بقى فانا ما سكتش برضه يعني ما يعني بصي ما تقلقيش انا حاسه ان والله يجي لي ضغط. طب ايه السبب؟ السبب ان هم رافضين دخول البلايند للقسم عشان طريق برايل. طب ده البلايند فانا هم بقى يعني عمموا بقى عمموا كل حاجه، فبالتالي لما تعمم انت مين اللي عمم؟ شؤون الطلبه بقى هتقولي اللي عمم ده ضيع مستقبل ناس يعني عادي كده. ما بصي هو انا كنت انا الوحيده في القسم. طب ورحتي اتكلمتي رحت طلعت العميد الكليه فقال لي لا ازاي هو ما فيش حاجه اسمها كده بالظبط لا خالص روحي كويس. وانا هشوف الموضوع ده، بس هو النقطه الوحيده ان هم بيحطوها مع البلايند عشان خاطر ان طريق برايل مش موجوده كانت في الوقت ده بالعبري يعني. طيب كويس جدا، بس ده تحدي كمان، انت حياتك كلها تحديات انا ملاحظه. عشان كده بقول لك الحمد لله في حاجه عدت عادي. في اي حاجه يا شيماء مشت حلو بسهوله كده. طب اقول لك على حاجه، انا بحس ان مفيش حاجه في حياتي بتمشي بسهوله، اللي بيمشي بسهوله ده ما بتكملش معايا. يعني بحس ان لازم الموضوع يبقى فيه اكشن وفيه تحدي وفيه حاجات كده. انت كده وشخصيتك كده والله مش عارفه مستحيل قوتك النفسيه واصله بيكي كده. طب والارتباط هل بتفكري في الموضوع؟ لا والله هو انا كنت مرتبطه يعني كنت مخطوبه بعد كده ما حصلش نصيب، بس انا حاسه ان الحاجات دي في الاول وفي الاخر رزق. جدا جدا دي حقيقة. يعني مش من الناس اللي بتقعد تسعى عشان تروح ده رزق، انا شايفه ان ده الجواز ربنا بيبقى عارف ايه الافضل يعني. ممكن الناس لو اتجوزت تبقى سعيده بالزبط. هيجي لها مشاكل اكتر فربنا بيبعد عنك الله اعلم، بس بالزبط. ده يعني انا مؤمنه بيه جدا وانا مبسوطه يعني مش حاسه ان الدنيا فيها حاجه نقصاني او حاجه، وسبحان الله يعني كل حاجه بتيجي في وقتها. طب انت عموما مخططه للي جاي ازاي؟ يعني هل حابه مثلا تكملي بعد كده في نفس المجال حتى ولو على صعيد التدريب او الاداره او كذا؟ ما هو يعني انا شغاله في مرحله ان خلاص مش عايزه اكمل الرياضه. يعني انا اوريدي ماسكه الويلي تشير تنس، اللجنه بتاعه التنس ماسكه فيها مدير التطوير ومدير كل البطولات بتاعتها. اوكي. ودلوقتي انا رئيس لجنه الخماسي الحديث للبارا. فبجنب جانب اللعب يعني، بس انا يعني انا قعدت ادرب الويلي تشير تنس 4 سنين بس لقيت ان انا ما عنديش ملكه التدريب. الله. يعني انا عندي ملكه الاداره لكن التدريب لا. الصبر مش لا التدريب دوت يعني حسيت ان وخصوصا ان انا لاعب فانت بتبقي عارفه اللاعب اللي قدامك هو مقصر في ايه، فديت يعني حسستني ان انا لا مش هقدر، ما انا كده هضرب اللعيبه كلها يعني بلاش. فما قدرتش بصراحه كتدريب. هي محتاجه تالنت طبعا تاني. يعني فلا انا بحب قوي المانجمنت وخصوصا في الرياضه، بحب البطولات وتنظيم البطولات والايفنتات الرياضيه الكبيره، فانا بحب الموضوع ده. ربنا يوفقك يا شيماء بجد، ويا رب من دعوه من قلبي تروحي وتمثلينا في باريس باذن الله 2024، واكيد ممكن نكون بنغطي كمان من هناك ونعمل معاكي حوار وبعد كده تفوزي وتيجي بطله كمان معانا يا رب. ان شاء الله ربنا يكرمنا. ان شاء الله صعب ابدا طالما في اصرار. نورتينا يا شيماء بجد. بشكرك على وجودك معانا. شكرا جزيلا، بتمنى لك كل النجاح والخير اللي في الدنيا كلها. بشكرك لوجودك معانا يا شيماء.